بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام أبي عيسى، الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية، قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وعن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وعن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وعن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. وعن يزيد الرشق قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. وعن عائشة قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وعن علقمة قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وعن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا: ما ديم عليه وإن قل. وعن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقفا، فسأل ولا يمر فلا يمر بآية رحمة إلا وقف، إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه، ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة، يفعل مثل ذلك في كل ركعة. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن يعلى بن مملكة أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مدى. وعن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: ملك يوم الدين. وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وعن أم هانئ قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. وعن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مطرف أحسن الله إليكم. عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اقرأ علي. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله تهملان. وعن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. وعن ابن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. وعن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهرقان. وعن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل، فنزل في قبرها. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه قراءة في كتاب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله واسع. وهنا مر معنا باب ما جاء في اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فائد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتم شهرا إلا رمضان، ويكثر في شعبان. ونفعت روايات من حديث أم سلة أنه أتم شعبان كله. وأما من البدع هو من يصوم رجب وشعبان ورمضان سردا في وراء بعضهم البعض. أما الكمال هو أن تكثر الصوم في شعبان، وأن تتم رمضان استحبابا، وأن تتم رمضان فرضا واجبا. وأيضا من فوائد هذا الباب الذي نحن كنا فيه، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويمكن أن تجعلها في أول الشهر تسمى الغرر، أو في وسط أو في سرر الشهر، يعني في آخر الشهر. وهذه الثلاثة الأيام غير الأيام بيض، غير حديث أبي قتادة اللي هو في اسم البيض يعدل صيام السنة كلها. البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ومن أراد أن يوقع ثلاثة الأيام في الأيام بيض فلا حرج في ذلك. وأيضا
في هذا الباب استفدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صوم الاثنين والخميس، يقول ليومان ولدت فيه وعلي فيه أنزل، ويومان ترفع عنهما الأعمال من يرفع عملي وأنا صائم. وأيضا كان النبي يصوم السبت والأحد والاثنين من شهر، ويوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر من الشهر الآخر، وهذا فيه جواز صوم السبت. إنما المنهي عنه هو إفراد يوم السبت بالصيام من غير سبب. أما إذا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم صوم يحدده الإنسان كمن يصوم يوم أو يفطر يوم فلا حرج في ذلك، وهذا اختيار اللجنة الدائمة والشيخ بن الشيخ بن عثيمين خلافا للشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصوم عاشوراء ويحرص على ذلك، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكان يقول يعني لا تكلف عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان عمله ديمة، إذا عمل شيئا أثبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت قراءته مدا عليه الصلاة وأتم التسليم، يعني صلى الله عليه وسلم كما يقولون أنه كان يعطي الحرف حقه ومستحقه. قلنا في الصيام أيها الكرام الفضلاء ما في مانع، قضية التشريك في النوايا في الصوم، التشريك يجوز في النافلة، يجوز التشريك في النافلة، أما الفريضة لا. أي معنى التشريك نافلة؟ يعني ممكن يصوم يوم الاثنين ويوفق 13 فأجعلها بنية الاثنين ونية من الأيام إيش؟ بيض، لا مانع. لكن لو جيت أبغى أصوم أنا الآن أصوم الفريضة وأريد أن أو علي قضاء من رمضان أجعله في عاشوراء، النية هنا تكون لماذا؟ تكون للفريضة، ولا مانع أن توقعها في الزمان الفاضل. فقد كان عمر يصوم ما عليه من قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، لكن النية هنا تكون للفريضة، ولا مانع هنا أن توقعها في هذا الزمان وتدرك الأجرين معا كما هو اختيار الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع. ما جاء في قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو ما عندنا مصطلح هنا نسميه الترجيع. ما فما المقصود بالترجيع؟ طبعا هنا في حديث عبد الله بن مغفر المزني قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، يوم الفتح اللي هو كان يوم فتح مكة الذي كان في 20 رمضان من العام الثامن من الهجرة النبوية المباركة، يقرأ الفتح سورة الفتح على ناقته يرجع. ما معنى الترجيع؟ قالوا الترجيع هو تحسين الصوت والتغني بالقرآن عند الإتيان بالمدود، يعني من خلال إشباع المد وترديد صوت بالحلق. قال الحافظ ابن حجر الترجيع تقارب ضروب الحركة في القراءة، وأصله التديد والصوت ترديده في الحلق. وفسره أهل العلم فقالوا بقي مثلا الهمزة في الهمزة بعد ألف ساكنة ثم همزة أخرى، فهنا مثلا أن تقول مثلا يا أيها الذين آمنوا هكذا، هذا يسموه الترجيع اللي هو تمد في المدود وتجعل الصوت يتردد في الحلق. وقالوا يحتمل أن هذا قد حدث من هز الناقة أو أنه أشبع المد في موضعه، والثاني هو الصواب أن النبي أشبع المد في موضعه. ولذلك أم هاني لما قالت كنت أسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن. وقالوا الترجيع هو قدر زائد على الترتيل. وقال الشيخ محمد أبو محمد بن أبي جمرة قال الترجيع تحسين التلاوة وليس ترجيع الغناء، لأن القراءة بأسلوب الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. هذا هو المقصود بمسألة النبي كان يرجع في
التلاوة، وإن كان يقرأ القراءة قصدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يعطي كل حرف حقه ومستحقه. وبكاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي كما بكى في صلاة الكسوف صلى الله عليه وسلم، وكما كان يبكي في صلاة الليل، له أزيز كأزيز المرجل، وليس النواح الذي يفعله بعض الناس في القراءة في أيام رمضان وغيرها، لكن هو نشيج، يعني كأزيز، يكون في أزيز كأزيز المرجل، يكون في صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم، آخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله.